اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وحشتوني يا بنات، تعالوا شوفوا عروض الحسين توب اب مولعه. شايفين الفروه التحفه دي على 59 ريال؟ على 59. في منها كحلي وفي منها اسود، وفي كحلي واسود. شايفين اللون الاسود ده؟ دي مختلفه، دي على 89. بس عايزه اقول لك تحفه وتقيله وجميله، هو بس اللون مظلوم هنا في التصوير على 89. هنا على 89 اللي هي الكحلي، لانها بتبقى شركات مختلفه. خلوا بالكم مثلا من الشركه وانتوا يعني، يبقى شوفوا الشركه كده مثلا اللي هي ايه اسعارها 59، ودوروا عليها واتفرجوا على التشكيله بتاعتها اللي هي منزلاها. اللي عدت دي برده كانت على 59، هنا على 29 الشبابي على 29، بناتي شبابي على 29، ونسائي برده. شايفين الطول؟ يعني في السن المحير ونسائي برده على 29. كانت على 38 بقت على 29. هنا تقريبا على حاجة و40، استنوا خلينا نشوف الأسعار. هنا 59، 59. لا في أسعار برضو تانية في الأربعينات وكده، في حاجة كتير ما شاء الله. بس المكان بيبقى زحمة، سواء القسم اللي تحت أو اللي فوق ما شاء الله. فعلى قد ما بقدر ان انا اصور لكم بعض القطع كده، ان انا اديكم فكرة عن الحاجة اللي موجودة هناك، فبحاول ان انا اصور. ولكن ابدا تصويري في الحسين مش نفس الاول خالص، كنت بعرف ان انا اصور بالتفصيل وكده، مع الزحمة لا. شايفين الفروات اللي هي التقيلة التقيلة على 69، جميلة. طبعا البرد يعني الجو ما شاء الله في الرياض السنة دي حلو قوي، ولكن في قطع خدوها حتى لو انتوا هتشيلوها، يعني هيجي وقتها. 29. الناس اللي بتقول مثلا يمكن البرد خلص وكده، لا هو لسه ما خلصش ولا حاجة، ولكن الحمد لله الشتاء في الرياض السنة دي كويسة جدا يعني. بس هي الحاجه بتبقى فرصه، السعر فرصه. اللي فرصه بقى بجد البنطلونات دي، انا خدت منهم 3 بنطلونات على 6 ريال 95. البنطلونات دي في اماكن تانية على 14.95 في الحسين توب اب ب 6 ريال 95. خامتها تحفه، في منها الالوان كتير جدا. هنا الاسترتشات دي بطانيه، بطانيه بمعنى بطانيه كده من تحت. البيجامات برضو مخفضة، في حاجات كتير ما شاء الله. كمان قسم الأطفال في حاجات كتير حلوة مخفضة. البيجامات هنا على 39، الجواكت على 89. هنا برضو في حاجات حلوة كده كانت في الأربعينات، مش عارفة صورتها لا. 49 شفتوا؟ 49. الستاند اللي فات ده كان على 49، في حاجات حلوة قوي. هنا برضو دي بيجامة كده في الستايل بتاعها يعني مختلف، على 65، على 49 من 99. على 29 الجواكت البناتي على 29، اطقم ولادي وبناتي على 15 او على 16 ريال، بيجامات. وفي كمان على 17.95. لا في قسم الاطفال في حاجات كتير اسعارها حلوة، 14.95. هتلاقوا حاجات كتير اسعارها حلوه، هتلاقوا حاجات نزلت كمان بعد انا ما صورت. البيجامات دي جميله شايفين، واسعارها برده حلوه. هنا 3 قطع يا بنات برده حلوين قوي، 3 قطع. شايفين لو تلاحظوا مقاسات يعني موجوده للسن المحير، 3 قطع على 35، حلوين. الفروات برضو عليها عرض حلو قوي، الرجالي والولاد شايفين على 29 ريال. الفروات على 29 ريال، معنى كده نقول ان الشتا خلصت يعني ولا ايه؟ على 29 ريال. في منها مقاسات كبيرة. هنا بقى انا كنت رايحة اصلا عشان اجيب لبس رجالي، هنا على 65 من 99 اطقم رجالي بالبنطلون، البنطلون بس تحت التيشيرت اهو على 65. وفي كمان اسعار تانية مختلفة، ده تحفة، في منه لون اغمق شوية. في على 49، 69، 89، وفي كمان على 49، ولكن ال 65 هو اكتر حاجة يعني عجبت في الستايل بتاعه. واللي فات برضو ده حلو، اللي هو الاخضر الفاتح جميل، لكن ده حلو في اللبس جدا. اللون ده الغامق احلى. 65 من 99، جودتهم تحفة وحلو. برضو طقم رجالي على 65 حلو، انا يعني بصور وعارفة الاسعار. لا 65 كويس.
هنا 49 بس ايه يعني اخر البيت، انما ال 65 عادي ممكن برضو يبقى خروجه كده. هنا هوديات على 35، هو في العادي بجيب الهودي على 5، هو عجبني بس ما خدتوش لانه يعني ما حسيتش ان هو مخفض. في العادي انا بجيب الهودي على 35 39، هو عجبني بس انا قلت يعني انا باخد القطعه مثلا لو هي ايه لا سعرها حلو حلو فعادي هاخدها واشيلها في الدولاب ما فيش مشكله. برضو ده تحفه، خامته وخامه البنطلون تحفه على 79، اللي هو لونه ازرق ده السماوي فاتح ده تحفه. برضو هنا الشوزات مخفضه على 39 مخفضه، فيه تشكيله كبيره من الشوزات على 39، اسعارها كانت عاليه في الاول. وهنا برضو على 19 29، معلش في حاجات على 19 على 29 79. العبايات، العبايات النسائي الشتوي وصيفي كمان على 79، كنت صورتها في الفيديو اللي نزل من الحسين قبل كده. لا في تشكيلة عبايات سودة حلوة هناك، في تشكيلة حلوة بجد. على 35 الجواكت، على 35 الاطفال برضو. هنا الاستاند ده خامته حلوه قوي، شايفين البربطوز متبطن من جوه جميل. على 23 تقريبا، هنشوف السعر على 23 على 23 انا فاكر. هنا برضو على 5 ريال 75 الداخلي، سواء الفلينات او البوكسرات برضو حلوه. على 15 ريال جواكت متبطنه وجميله على 15 ريال، على 15 ريال في مقاسات مختلفه. 15 كان ب 25 في الاول، شايفين بقى. تعالوا شوفوا الطاوله دي اخدتها على 59 58 ريال، يعني السعر رهيب. هنا ب 79، شفتوا الاولانيه اللي فاتت دي على 59، خدوا الصوره بتاعتها وروحوا اسالوا عليها. هنا ب 79، هنا 79 تشكيله كبيره على الطاولات اللي هي البلازما على 79، تشكيله كبيره في منها كتير دي. هنا برضو الجزمه دي عليها عرض حلوه، الوانها حلوه شايفين، على 79 على 79. لا قسم الاساس فيه حاجات كتير كتير جدا. هنا برضو ده مخفض برضو سعره، مش عارفه 89 89 تقريبا اللي فات. السفرة هتلاقوا الطاولات برضو هناك عليها عروض حلوة. هنا طاولة البلازما دي 99، طيب اللي 79 احلى بكتير، خلي بالكم. السفرة بس خايفة الاسعار ما تكونش بتاع دي بتاع دي، لان الناس بتنقل الحاجة من مكانها، ولكن هي مخفضة. الجميلة جميلة بقى، تعالوا شوفوا المخدات، انا بدور على مخدات حلوة من زمان بصراحة. دي طبيه يا بنات، انا رحت هناك الحسين اكتر من مره وما صورتلكوش، المخدات ما كانتش حلوه ولا عجبتني. انا بصور لكم الحاجه اللي انا باخد منها، اللي انا بقول لكم اللي هي حلوه يعني حلوه، اللي ب 29 خلي بالكم، اللي هي نفس الشعار اللي موجود على المخده دي، اللي فيها الحرف لونه في فتله سودة، هي دي بس اللي تتاخد، لان مش كلهم حلوين. شايفين دي طبيه، دي تنامي عليها ترجع تتنفخ تاني، تحفة. اللي هي ب 29 اللي فيها حرف اسود، الطقم ده تحفة على 11 ريال. ده طقم بنوتاتي، فيه التوكة بتاعت الشعر وفيه الفوطة فيه البشكير، خامته تحفة، مخفض خامته تحفة، جميل بصراحة. 11 95 ما يتسابش. فيه بطانيات هناك برضو كتير عليها عروض مختلفة. 29 للناس اللي كانت بتسال على تلبيسات الكنب، وكنت ناس اقول لكم في الحسين اصلا انا واخده من الحسين توب اب الطقم بتاعي. شايفين هنا على 29 هتلاقوا الاسعار مختلفه على حسب الكرسي ولا كرسيين او خدي طقم كامل، هتلاقي برده عليه عرض. اللباد، اللباد عليه عروض، واللباد تحفه وشركه جميله جدا. هتلاقوا اللباد على 79 النفرين، وفي كمان على 89 79 89. عايزه اقول لك اللباد يعني بيشتل شيل من هناك. المخدات برضو دي تحفه جميله، اخدت منها في على 13 وفي على 11. اللي انا مصوراها، الحاجه اللي انا مصوراها لك بس هي اللي حلوه.
يعني في حاجات تانية جودتها مش حلوة، المخدة نفسها من جوه بعد شوية هتبصي تلاقيها لا مفيش، بقت زيرو معاكي. العملاق، العملاق ده خدوه انتوا مغمضين بأمانة، خدوه انتوا مغمضين، افتحوه بس كده وادخلي اوضه الغسيل او شوفي انت حاطه الغساله فين وشمي الريحه والنظافه. العملاق العشق بقى السنه دي عندي بصراحه، سواء العجينه بتاعه المواعين او مسحوق الغسيل او العملاق اللي هو الاخضر ده عندي من زمان اصلا بستعمله، ولكن عجينتي اللي هي المواعين ومسحوق الغسيل، لان احنا بندور على حاجات ما تكونش يعني احنا اللي هي الحاجات اللي احنا مقطعينها، فتلاقيني بستخدم منتجات جديده. اشوفكم على